السلام عليكم، يا رب تكونوا جميعا بخير. صينية الفراخ النهاردة دي بتتكلم عن نفسها، اللون الجميل اللي احنا شايفينه، الصوص اللي حوالين الفراخ، الطعم قد ايه كده كان، يعني الفراخ مستوية وطرية من جواها ومقرمشة كده من بره ومتحمرة، الصوص اللي حواليها كده حاجة جوسي وخفيفة وطبعا صحية زي ما بقولكوا. بجد قد ايه مفيش اسهل ولا ابسط من كده. هنا الصينية بتاعتنا دي ناقصها ايه؟ طبق سلطة خضراء ورز ابيض، وتبقى وجبة الغداء كاملة، وكانت بجد تحفة. شايفين الشكل والجمال، والفراخ مستوية وجميلة، مفيش اسهل من كده حقيقي. بصوا انا عملت كده كام تركية صغيرة في اثناء ما انا بحضر صينية الفراخ الجميلة دي، خلت طعمها مختلف، وفي نفس الوقت يعني من باب التغيير طبعا، انتوا فاهمين ان احنا كل يوم في حيرة من اكلنا، مفيش مانع ان احنا نغير شوية حاجات بسيطة وتدي للاكل طعم جميل جدا. يلا بينا كده نشوف المقادير والوصفة. انا النهاردة استخدمت نص فرخة، قسمت كل ربع على جزئين لان الفراخ كانت كبيرة، فانتوا تقدروا تعملوا الكمية اللي على قد عدد افراد اسرتكم. معي 4 5 بصلات كده قطعتهم جوليان، وسمرتين من الطماطم متقطعين مكعبات، وفلفل الالوان. انا كان عندي بس فلفل واحد اصفر، ما كانش عندي اخضر ولا احمر، ممكن تضيفوا لو عندكم اخضر او احمر فلفل كوبي، ممكن جزر كمان. والتوابل بتاعتنا ملح، فلفل اسمر، شطه، بابريكا، بهارات فراخ، وكمان رشه من الزعتر. وعايزه اقول لكم كمان لو حابين تضيفوا كمان اي خضار عليه مفيش مشكله، لكن انا بالنسبه لي عشان كنت طبخه تورلي كمان جنبها وقت ما كنت بصور، فما حبيتش ازود فيه الخضار اكتر من كده، وخليت يبقى الفراخ بالبصل اللي هو المكرمل الجميل ده. انا جبت الحله بتاعتي وحطيت معلقه من الزيت، وهنحط البصل بتاعنا ونحط التوابل والفلفل، وهنبتدي نديله تشويحة كده على النار لغاية ما ياخد اللون الذهبي. هنا ممكن تضيفوا معلقة صغيرة من الثوم المفروم، لكن الحقيقة أنا مش بحب الثوم مع الفراخ، الكلام ده ممكن يعني ممكن في اللحمة. نفس الوصفة دي تنفع مع قطع اللحمة او مع اللحمة الضاني، او حتى مع اللحمة الشرايح برضو تنفع جدا. وبرضو نفس الوصفة زي ما احنا كده تنفع كخضار، خضار بس من غير اي نوع بروتين حيواني. زي ما احنا شايفين هنا، بعد ما عطيت تشويحة كده للبصل على النار واخد اللون الذهبي، هنحط الفراخ نديله صدمة على النار من الجهتين كده، كل جهة تقريبا 5 دقائق لغاية ما تاخد معايا اللون الذهبي ويتحمر كده ويبقى جميل زي ما انتوا شايفين كده معايا. بعد ما قلبته كده على الجهتين وابتدى يعمل كده صوص حلو كده من الفراخ مع البصل والفلفل، هناخد بقى الفراخ نشيلها دلوقتي ونكمل باقي الوصفة بتاعتنا. هنحط الطماطم وهنحط 2 كوباية من المية المغلية، وهندي غلوتين كده للمكونات بتاعتنا دي كلها، وبعدين نهدي النار لغاية ما تحبك وتتقل معايا. هنا كانت خلاص ابتدت بقى تتقل كده، والطماطم والبصل اخد كده ودة مع التوابل، كانت الريحة طبعا مش قادرة اقول لكم على الجمال زي ما احنا شايفين كده مع بعض. هنرجع بقى نحط الفراخ بتاعتنا تاني علشان بقى تاخد السوا بتاعها المظبوط، لان احنا كده الاول عطيناها صدمة وبس، لكن بعد كده هنكمل التسوية بتاعت الفراخ بتاعتنا زي ما احنا شايفين كده مع بعض، ومش هنزود بقى اي سوائل تانية، لان هي الفراخ مع البصل مع الفلفل كله هينزل ميته بالتوابل بالكلام ده كله، هياخد بقى ويدي مع بعضه، وبجد هيبقى الطعم مش قادرة اقول لكم على الجمال يعني زي ما احنا شايفين كده مع بعض. هضيف بقى معلقة كبيرة كده من الصلصة علشان تاخد لون احمر اجمل من كده كمان زي ما احنا شايفين كده، وهحطها بقى على النار واغطيها كده واديها تقريبا نص ساعة زي ما احنا شايفين كده مع بعض. بصوا بقى اللون والجمال، بجد شكلها تحفة. وانا كنت زي ما بقول لكم هنا كنت وقتها طبخه بقى التورلي كمان، انا عامله الطبيخ كله مشامي على بعضه، بزله، فاصوليا، جزر، بطاطس، كله كده في حله واحده ومعلقه صلصه، وكله كده على النار، وهتاكله اجمل تورلي. انا جبت بقى البايركس بتاعي، ممكن حتى طاجن فخار يعني اللي موجود عندكم، او حتى اي صينيه عادي مفيش مشكله. دهنتها كده معلقه صغيره من الزيت علشان بس ما تلزقش فيها الاكل بتاعنا. وبعدين هنطلع بقى الفراخ ونحط عليها الصوص. سخنت الفرن جنبي رف اوسط على درجة حرارة 200 علشان بقى تاخد وتدي برضو في الفرن كده، وتحسوا ان انتوا بتاكلوا فراخ مشوية بالصوص الجميل اللي حواليها ده.
شايفين بقى الشكل والجمال. بصوا هي في المرحلة دي كانت جميلة جدا وبرضو هي مستوية، لكن انا حبيت ادخلها الفرن وتندمج اكتر مع بعض بالصوص بتاعها بالخضار بالبصل، بتدي طعم جميل جدا زي ما احنا شايفين كده. هتاخد مني قد ايه في الفرن؟ تقريبا حوالي يعني ممكن ربع ساعة، او لو حابين تزودوا اكتر سوا فيها لو حجم الفراخ كبير او حاجة ممكن كمان نص ساعة. وبعدين بنشغل الشواية عشان نحمر الوش بتاعها تقريبا اخر 5 دقايق كده. شايفين الشكل والجمال واللون بقى؟ بجد كانت حاجة جميلة جدا زي ما انتوا شايفين كده. هندخل بقى الصينية بتاعتنا الفرن وهنشوف دلوقتي وهي بتستوي معانا. انا هنا بس حبيت اوريكم اللون والجمال، شايفين البقبقة والفقاعات اللي هي بتاعت الصوص الجميل ده، بجد شكلها رائع والريحة بقى مش قادرة اقول لكم. هنا بقى كانت استوت وتقلت كده وبقت جميلة جدا جدا حقيقي. بجد الصينية الفراخ دي حكاية، يعني مش قادرة اقول لكم قد ايه الطعم كان جميل ومميز جدا. بجد الطريقة زي ما انتم شايفينها بسيطة وسهلة وعطت الفراخ طعم مختلف تماما. وزي ما قلت لكم ممكن تجربوها بلحمة، ممكن من غير خالص، وممكن تبقى خضار بس. بجد الوصفة دي تستاهل ان انتم تجربوها، اكيد كلنا هنحبها الكبار والصغيرين. شايفين بصوا قطع الفراخ مستوية وجميلة ازاي، حاجة كده يعني سهلة زي ما انتم شايفين. اتمنى تكون الفيديو بسيط وعجبكم، واشوفكم بقى الوصفة الجاية على خير.